أنزلوا جثة زيد وألقوا بها في النار، ثم اجمعوا لي رمادة. العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فانظروا إلى علمكم ممن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، ليروا فيكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك خير داعية. هؤلاء الظلمة لم يراعوا في أحد حقه، فهم يقابلون الحسنة بالسيئة. يخدمهم عاملهم 10 سنين فيكون جزاؤه القتل الشنيع، وهذا خالد أمسى قتيلا، ألا منعوه إن كانوا رجالا؟ ولو كانت بنو قحطان عربا، لما ذهبت صنائعه ضلالا. أفينا يقول الوليد هذا؟ قال والله، من أراد منكم أن يخرج معي على هذا الرجل فليلحق بي، فإني ملتحق بيزيد بن عبد الملك. إنني خارج معه. وأنا خارج معه. وأنا مولاي قائد الجند. يا أمير المؤمنين، لقد اجتمعت اليمانية وهم يتجهون نحو دمشق. وماذا يريدون؟ لقد اجتمعوا تحت لواء واحد، هم وأصحاب يزيد بن الوليد وخالد القسري. خذوا محمد بن خالد القسري إلى السجن قبل أن يلتحق بهم، ثم اجمعوا أبناء مضر حتى نخرج إلى هؤلاء الكلاب. هيا. ماذا؟ إن وضع الخلافة مضطرب، ثم إن الوليد يعبث بشؤون الناس. أعلم ذلك، والحقيقة أن دمشق تفور غضبا عليه، وأعتقد أنها حال سائر المدن. لقد ابتلي هشام بن عبد الملك بدم زيد بن علي، والوليد الفاسق أبى إلا أن يقاسمه هذا الإثم. كيف؟ أحرقوا جثته وذروا رماده في ماء النهر. تخيلوا، يخافون جثة رجل قتلوه منذ سنوات. ماذا يفعل هذا الحقير بنا؟ أتقصد الوليد؟ من هو الوليد؟ أنا أتكلم عن هذا الحقير المسمى بطلحة. طلحة؟ تاجر ملأ جيوبه بالمال الحرام. لكن ماذا فعل معك؟ لقد استولى على بيتي.
ماذا تريدون؟ ألا تعلمون من أنا؟ محمد القصري، خذوه. الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل، وأخذ على جميع خلقه بالفضل. اللهم صل على محمد وآله، ولا تفتني بما أعطيتهم، ولا تفتنهم بما منعتني فاحسد، ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك وأغمط حكمك. اللهم صل على محمد وآله، وطيب بقضائك نفسي، ووسع بمواقع حكمك صدري، وهب لي الثقة لأقر معها بأن قضائك لم يجر إلا بالخير. لا إله إلا الله، 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 لا إله. أما أني لا أعرف قاتله، وكيف عرفته؟ رأيته؟ كلا، ولكني أعرفه. هؤلاء الذين يصبون العداء لآل محمد وشيعتهم، لا يتحملون ذكرهم وعلومهم. تعلمنا من آل محمد عليهم السلام ألا نتهم أحدا ونصبر، ويوم القيامة الحكم الله، وخصيمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا فعل هذا المسكين؟ أرفع سيفا؟ هل رمى نحورهم برمح؟ أشترم جرما استحق عليه القتل؟ أكل ما أخذوه عليه أنه تكلم بالحق؟ أيقتل الإنسان إذا تكلم بفضائل آل محمد وعلومهم؟ وماذا نفعل؟ هذا هو الحال. تعجل، تعجل لنلتحق بهم.
محمد القصري. من هذا؟ أنا هو. أبا قيس، اذهب إلى يزيد بن الوليد وقل له نحن جميعا ننتظرك. هيا يا رجال، هيا 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 يا رجال. هكذا يفعلون بأمير المؤمنين؟ هل وصلوا القصر؟ لقد مضت أيام ولم يقتربوا من القصر يا أمير المؤمنين، ربما عادوا أدراجهم. والرسل، أين الرسل؟ ألم يصلوا إلى السرايا والأمراء؟ لقد عاد اثنان منهم، فقد أغلق اليمانيون طريقهم خارج دمشق. وثالثهم إلى من أرسلته؟ الثالث لم يعد، وهو الذي أرسلته ليوسف بن عمر. أرجو أن ينجدنا يوسف، فلطالما كان مخلصا لنا. ماذا عن الطعام والشراب؟ هل سيكفينا ونحن محاصرون؟ عندنا ما يكفي من الطعام لمدة أسبوع، وربما تصل السرايا خلال يوم أو يومين لنجدتنا يا أمير المؤمنين. لقد وفقنا الله لحصار هذا الطاغية في قصره، وأرى أن ندخل عليه غدا وننتهي قبل وصول المدد لهم، لندعه يموت مع أهله وأبنائه جوعا. نحن لا نعرف كم عندهم من الطعام وكم سيكفيهم، وقد يطول انتظارنا كثيرا، ولا نأمل أن تنقلب الأمور إلى غير ما نحب. أقول كما قال القصري، غدا يوم الحسم. غدا سيولى عليكم أمير جديد يكون خيرا من سلفه خليع بني أمية. الموت لخليع بني أمية. الموت للوليد. الموت للوليد. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبا بصير، تفضل. بسم الله. ما وراءك يا أبا بصير؟ يا أبا عبد الله، لقد هاج الناس في خراسان وأذربيجان وأرمينيا وبخارى وسمرقند، مذ قتل يحيى وأبيه زيد. والناس هناك يا أبا عبد الله ما ولد مولود لهم في هذه السنة إلا سمي يحيى أو زيد. نعم يا أبا بصير، لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. آن الأوان أن نهجم على القصر. نعم، قال يزيد من يأته برأس الوليد فله 100,000 دينار. سأعطيهم الإشارة. هيا. Thank you.
يبدو أن الدوائر قد دارت على بني أمية، فكل يوم يقتل لهم خليفة. بالأمس جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فقال عليه السلام: أذن الله بهلاك بني أمية بعد إحراق زيد 7 أيام. هذه نهايتهم إذن. عجباً لهذه الدنيا، بالأمس كنت سجيناً واليوم أنا في قصر الإمارة يا أمير المؤمنين. أخروجك من السجن أعجب أم نداؤك لي بأمير المؤمنين يا محمد؟ هذه حقيقة الأمر، لقد ذهب الخليع إلى الجحيم ومقاليد الأمور بيدك اليوم. الحمد لله. أتأذن المؤمنين أن أرسل منصور بن جمهورة إلى واسطة ليأخذ من أهلها البيعة؟ نعم افعل، فقد حان وقت معرفة المطيع لنا من العاصي. إذا أخذ منصور البيعة لك فإن لنا وقفة مع يوسف بن عمر السفاح. المال لكم ولإخوانكم ممن حارب معنا. أمثلك يولى على المسلمين؟ بالله عليك، بماذا أمرت فيه؟ أمثلك يقتل سيد العرب خالدا القصري؟ لا، أنا لم أكن أرغب في قتله، إنما أنا وال لهشام والوليد، أنا عبد مأمور، أقسم إنني مأمور، أنا لا ذنب لي في ذلك. أرجوك، هلا عفيتني وأعطيك ديتي 10,000 درهم؟ وهل قبلت من قتلاك دية؟ هل عفوت عن أحد قط؟ ليس لمثلك إلا السيف. السيف؟ سأبعثك إلى محمد بن خالد القصري ليرى فيك رأيه. يا سيدي، لقد جاءوا بقاتل أبيك، جاءوا بيوسف بن عمر إلى قصر الإمارة. الذي كنت أدخله فيقوم لاستقبال الأمراء والقواد والجند. اليوم أقاد كالجمل المخشوش أمام هؤلاء السفلة. أين أمسك يا يوسف وأين يومك؟ بالأمس كنت تأمر وتنهى أهل اليمن والعراق، واليوم أصبحت مقيدا بالسلاسل ممقوتا كالكلب الأجرب. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أستحلفك بالله أن تطلق يدي من هذه الأغلال. أه
ما تقول بالقصاص يا يوسف؟ وبماذا تقتص مني؟ إنما أنا مأمور، لا ذنب لي، والله إني مأمور. نعم، أما أنك كنت مأمورا فقد صدقت، وقد قتلت قاتل أبي في هذا المكان. إنما مثلك يقتص منه بغير خالد القصري. من مثلك يقتص منه بغزوان. غزوان؟ من غزوان هذا؟ أحد الذين قتلهم كان خادما لأبي. ماذا؟ أتقتص مني بعبد؟ هذه نهاية يوسف بن عمر وأهل العراق واليمن. خذوه وأرونا نهايته، وسنشهدها من هنا من شرفة القصر. مولاي، الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي. من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، إنما يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوى ولا من الحلو مرا. الرحمة، الرحمة يا مولاي، الرحمة لا أريد أن أموت، اسجلوني ولا تقتلوني، الرحمة، الرحمة، الرحمة لا أريد أن أموت. أتوسل إليكم، لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت. لقد كنت عبدا مأمورا، لا أريد أن أموت. لعنهم الله، لعنهم الله، من ذاك الذي أمر بقتل ولدي الوليد؟ هون عليك، فقد نفذ فيهم قضاء الله يا أمير المؤمنين. ابسط يدك أبايعك، من مثلك اليوم وأنت الذي أعدت لأمية مجدها؟ أما بعد أيها الناس، إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكن خرجت غضبا لله ولدينه، وداعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه حين درست معالم الهدى وطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار المستحل الحرمة والراكب البدعة. فلما رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع على كثير من ذنوبكم، فاستخرت الله ودعوت من أجابني، فأراح الله منه البلاد والعباد. السلام عليك يا سيدي. وعليك السلام. هذه الراية لك، أرسلها سيدي إبراهيم الإمام مع هذا الكتاب.
إني قد بعثت إليك براية النصر، فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة. سمعت وأطعت يا سيدي. اسمعوني جيدا، أنتم تابعوا سيركم بما معكم من الأموال والتحف، وسلموها لسيد إبراهيم الإمام نيابة عنه. وأنت؟ أنا سأعود إلى خراسان بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أعجبتكم خطبتي؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقد تأثر بها الناس وآتت أكلها. لو كنت قد ذرفت دمعتين لكانت أكثر تأثيرا. أيها الخادم، سمعا يا أمير المؤمنين. اقترب. أريد ثوبا كثوبك هذا. معاذ الله يا أمير المؤمنين. لا عليك لا عليك، إنما أريده ليوم الجمعة فقط، فإذا خرجت إلى الناس أريد أن يعرفوا أن أميرهم ليس كسابقيه. ولكن يا أمير المؤمنين، إن كنت أميرا للمؤمنين فلماذا لا تأتمر بأمري؟ رأيتم ماذا فعل بنو عباس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكم اجتمعتم دون خوف ولا قلق وأمام الناس أجمعين. نعم ننتظر أبا عبد الله، فقد سألته عن أمر فقال الجواب في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد انشغلت عيون بني أمية في بني العباس وأتباعهم. نعم صدقت، لم نتنفس السعداء منذ سنين. الحمد لله الذي شغلهم عنا، ونسأل الله أن يحمي المسلمين مما يحيكه هؤلاء وهؤلاء. يا رب. ها هو ده أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول كلامي هذا لبني أمية خاصة. يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر. وإن كنتم لابد فاعلين فجنبوا النساء الغناء، فإنه داعية الزنا. أيها الناس، إنا قد عقدنا ولاية العهد لأخي إبراهيم، وهو من قد عرفتم، فأوفوا، ففيه لكم صلاح الدين وصلاح الدنيا. يا سيدي جعلت فداك، إن والله لنحتار ونبات قلقين وجلين، فلا ندري من المؤمنين نحن أم من غيرهم، فما نصنع يا سيدي؟ قال أبي عليه السلام، عليه السلام،
إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. ألا يستطيع المؤمن يا سيدي أن يعرف أن كان من أهل الدين أم من غيره؟ يا بني، كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له، فانظر في نفسك واعرف نفسك، فإنه قد يكون في قلبك حب لهذا وذاك في الله ورسوله، فتحب أتقى الناس دون أجملهم ممن لم يكن من أهل التقوى، وتبغض أعصى الناس دون أقباحهم ممن كانت له تقوى ودين، وقد يكون في قلبك حب لهذا وذاك من أجل الدنيا وتحصيلها، فتحب من يقربها منك ومن يوفرها لك، فما كان من حب في الله ورسوله فثوابه على الله جل وعلا، وما كان في الدنيا فليس بشيء. ما للخليفة لا يظهر؟ أصحيح أنه قتل؟ لا يا سيدي، لم يقتل. إذن لما لا يظهر ولا يستقبل أحدا؟ إنما هو ضريح الفراش منذ أيام. مريض؟ ومما يعاني؟ منهم من يقول أصابه الوباء، ومنهم من يقول إنه سقي سما، ولكنه لم يمت، ولا يدري بخفايا الأمور إلا المقربون. ولما يسقونه السم؟ الأمويون لا يريدونه عليهم، فأم يزيد فارسية، ولولا أن الناس انتصروا له لما جلس على كرسي الخلافة. نحن نسمع عن كثير من الخلافات بينهم، أتأمرني بأمر يا سيدي؟ ليس الآن، ليس الآن. إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فدعوه، وكل ما لم يوافق القرآن فهو زخرف. فإذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوه، وإلا فالذي جاء به أولى به. أما مباحث الكلام والحوار والمناظرات فلهشام بن الحكم وهشام بن سالم ومؤمن الطاق ومحمد بن عبد الله الطيار وقيس بن الماهر. وأما الفقه وأصوله وتفسير القرآن الكريم فله زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وجميل بن الدراج وإسحاق بن عمار وعبد الله الحلبي وأبو بصير وأبان بن تغلب والفضيل بن السيار ومالك بن أنس وجابر الجعفي وسفيان الثوري. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا. يا مفضل، اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك لبنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. أخرجوا، لا أريدون أحد أي شيء، فات الأوان. قل لي أيها الطبيب، كيف حاله؟ لا أظنه سيصبح، لقد تمكن المرض منه، وعليكم بالدعاء. لا إله إلا الله،
صبرا جميلا بالله المستعان. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بلغني ما انت فيه من توفيق فيما ارشدناك له، فاذا بلغك كتابي فاقبل لنرى ما عندك وترى ما عندنا، فإن الأمور قد تغيرت. خيرا يا أمير المؤمنين. وأي خير أجد في خراسان؟ فخراسان هذه من أيام هشام بن عبد الملك، كانت عصية علينا بأهلها وأرضها ومناخها، واليوم هذا نصر بن سيار يخبرني أن الكرماني قد خرج عليه.